اهلا بكم من جديد. ربما في لحظات الاحتضار في ضد الامام البعض يحاول تلقين هذا المتوفى الشهاده او هذا المحتضر للشهادتين. هل هذا الامر محكوم بعمله ان ردد او لم يردد؟ لا، هي يعني ترداد الشهاده او الشهادتين بمعنى اصح، عشان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هو يعني من شعائر الإسلام، من علامات الإسلام، ومن علامات أيضا حسن الخاتمة. لكن لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني دخل الجنة، فدي بشرى، لكنها بالرغم من ذلك هي ليست واجبة. فهنا التلقين هو التلقين الأولي اللي هو التلقين للمحتضر، إن احنا نساعده انه ينطق ويقول وكذا الى اخره، فاذا لم يفعل فامره الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام حتى ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، ده بيقول الى الرفيق الاعلى، الى الرفيق الاعلى. برضو ده ليده علشان ما نوسوس ونقول انه فلان ما قالش وفلان قال ونقعد نصمم. قال يا رب مثلا، مثلا يا رب يا الله وهكذا الى اخره، فيبقى اذا او ما قالش حاجه خالص، مات فجاه من غير ما يتشهد الشهادتين، لأنه طول عمره بيتشهدهم وهو ميت على الإسلام وكل حاجة في أمانة الله. يبقى إذن ده عبارة عن سنة، ونلقن أمواتنا لا إله الله محمد رسول الله اللي هم المحتضرين، ما فيش مانع. ده التلقين الأول. التلقين الثاني بقى يجي عند القبر لما ندفنه، ثم سيأتي الملكان منكر ونكير ويسألان من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة من السنة إن احنا نساعد أخونا فيها، يعني نقول له الإجابات علشان ينطلق وما يهبش الموقف، لأن ده موقف عظيم وعصيب، ونساعده في هذا. فده تلقين تاني اللي هو تلقين القبر غير صحيح. تلقين المحتضر. طيب. البعض في أيضا في فترة الاحتضار ربما يتلو سورة ياسين، ما فضل سورة ياسين في هذا الوقت؟ اقرأوا على موتاكم ياسين، أخرجه أبو داود. وإن كان يعني في سنده شيء ولا حاجة، لكن في مثل هذا في فضائل الأعمال نعمل كده. فعند الاحتضار ممكن نقرأ ياسين، يعني لجلال الموقف ولتسهيل هذا الموقف. من الذي يسمح له بالدخول على الميت في هذا التوقيت، وما هي شروط حضور هذا الموقف؟ هناك شروط او هناك بعد الموت، بعد الموت، بعد خروج الروح، بعد خروج الروح. نعم. فالنبي عليه السلام يعني حتى قبل ابراهيم، قبل ابنه وشمه، يعني الشمه اللي بيعملوها الحضارمه دي جايه من شمه سيدنا النبي لابراهيم كده، قبل كده هو بيبوسه. فال قبله وشمه، فدي موجوده في السنه ان احنا نعمل كده. وابو بكر فعل هذا في سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ابو بكر هو حماه، ولكن ملوش قرابه زي سيدنا علي ولا سيدنا العباس ولا كذا الى اخره، بعيد شويه عن هذا. طيب، يبقى اذن يدخل عليه عموم المسلمين، لكن من الذي يغسله؟ الفقه بيقول خلي الرجالة تغسل الرجالة والستات تغسل الستات. وهل يجوز للزوج ان هو يغسل زوجته؟ سيدنا علي غسل السيدة فاطمة عليها السلام، يبقى اذا هنا اخذ الشافعية بجواز ذلك. طيب، هل يجوز للانسان انه يغسل يعني ذات محرم؟ فهنا بيقول لا، وهنا يعني نفصل ما بين الرجال والسيدات وننتقل الى التيمم. طيب مولانا، جزئيه ان الزوج يغسل الزوجه، حضرتك ذكرت وما هو معلوم ان العلاقه الزوجيه او الزواج ينتهي بالوفاه. نعم. طيب، هنا الزواج انتهى، فيصبح هذا شخص غريب عليه، فهل يغسلها الزوج؟ هو احنا بناخد هذه الاحكام من فعل الصحابة الكرام، والنبي عليه السلام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن لم يأتي حديث شريف يوضح
هذه المسألة بالذات لا. وأغلب الموت والدفن والكذا إلى آخره كله يقول لك في الكتب إيه للاتباع. يعني هم عملوا كده. نعم من التابعين. فيبقى إحنا بنتبع هذا. نعم. طيب أيضا جزئية أخيرة، جزئية إبقاء المتوفى في المكان للاستئناس به لفترة من الوقت. لأنه عليه السلام أمرنا بالتعجيل بالدفن. فلا نؤخر إلا لحاجة، هو بره وهيجي بالطيارة تاني يوم، حاجزين عاملين حاجات زي كده. أما أن أنا مخليه كده هو معايا للاستئناس لا. سيدنا النبي مات يوم الاثنين، وصلى عليه 20,000 واحد، وصلوا عليه فرادة مش جماعة، فكانوا عاملين صف كل واحد يدخل يكبر الأربع تكبيرات ويطلع الناحية التانية، وده خد يوم الاثنين كله ويوم الثلاث ويوم الأربع، فدفن يوم الأربعاء. صحيح. ولكن الغرض أن يصلي عليه أهل المدينة، وكانوا عددهم ساعتها ما بين 20,000 إلى 30,000. نعم. بارك الله فيكم مولانا. إن شاء الله بكرة هنستكمل هذا الحديث ونتحدث فيه خصيصا عن الغسل وأحكام وشروط الغسل وأيضا كذلك الدفن. الآن نستقبل الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام. الأستاذ حسن اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ حسن، أهلا بحضرتك. تحياتنا لحضراتكم جميعا والأخيرة الكريم الدكتور علي جمعة، وحشتنا جدا. ده أنت اللي وحشتنا يا أستاذ حسن. بنسأل عليك والله أستاذ حسن. بارك فيك ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا. تفضل. أحفظكم من كل شيء. بارك الله فيك. يا رب. الله يخليك. مع أن لي خاطر يا سيدي أريد أن أتحدث فيه مع حضرتك وتعقب عليه. تفضل. عند قراءتي لآخر سورة التكاثر ولتسألن يومئذ عن النعيم، سألت نفسي أين النعيم الذي كان يعيشون فيه صلى الله عليه وسلم ومن معه، عيشة في خيام في بيوت من طين، ما فيش مياه ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا تكييفات ولا ولا ولا، وكان يمر الشهر والشهرين فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، وكان يخرج من بيته يلاقي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر جياع ويروح يدوروا على حد يأكلهم، وعام الرمادة في عهد سيدنا عمر. أين هذا كله مما نحن فيه الآن من رفاهية وعز زي ما بقوله؟ لماذا لا يرضى الناس، لماذا لا يرضى الناس ويعيشوا في رضا ويعلموا أننا محاسبون على النعيم؟ أرجو أن حضرتك تعقب، ويريد في حلقة عن هذا الموضوع، علشان احنا في وقت الحقيقه نحتاج فيه الى الرضا وعدم بقى المظاهرات وعدم طبعا. وعدم، ولكم كل التحيه والشكر. بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا استاذ حسن. استاذه اميره اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتكلم فضيله الشيخ. اكيد يا فندم اتفضلي. انا حضرتك، انا جوزي متوفي بقى له 3 سنين، وعندي دلوقتي يعني في قطعه ارض دلوقتي الجد، انا عندي ولدين وبنت، فالجد والجده دخلوا في الميراث، ده الشرعي يعني، وان هي الامام، عرفت ان الامام الصبيان بتحجب الامام، فانا دلوقتي الجد توفى، دلوقتي الامام بتاخد حق والدهم جد الولاد يعني في مرض زوجي انا. طيب حاضر. حاضر يا فندم. استاذه هبه اتفضلي يا فندم. الو اتفضلي يا فندم. انا كنت عايزه على في فتوى الدكتور الهلالي كان قالها مره، ان الشرب بناء على ابي حنيفه انه حلال مش حرام. شرب في شرب ايه يا فندم؟ انا ما سمعتش، انا اسف. هم عمرهم ما كانوا بيشربوا وكبروا في البيوت مش كده؟ شرب ايه يا فندم؟ لا شرب اللي هو البيره اللي هو الشرب اللي هو الخمر اللي لا يسكر، اللي هو ما يبقاش مصنوع من العنب. حاضر. شرب البيره حضرتك بتسالي عليه يعني؟ كانش في عمر رد من الأزهر او من اي حد بناء. حاضر تحت امرك. حاضر يا فندم. بنبقى عايزين توضيح كامل الموضوع دوت، حلال ولا حرام، ويا ريت تكون حاجه اللي تتعمل يعني اعلاميا جامده، عشان كميه ناس بتتبهدل الايام دي وبتستسهل الامر بالفتوى دي. حاضر. عند حضرتك. حاضر يا فندم. استاذه منى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت بتكلم في شأن الميراث. انا والدي توفى من 8 سنين، كان في لندن، وكان معايا 3 صبيان اخواتي ووالدتهم، وهو قبل ما يموت كتب كل ثروته باسم عمامي علشان خوفا ان هو يتهرب من الضرايب.
احنا بنتين. ايوه حاجه بعملها ان احنا نعرف والدنا مات الا بعدها بسنتين علشان ايه يعني يقسموا الميراث براحتهم. قامت والدتي عملت لاخويا اللي هناك توكيل من ابويا اللي ميت ليه عشان يتصرف في الميراث. للاسف كتبوا كل حاجه بتعتميهم ومش عايزين يدونا اي حاجه لحد الان. ايه حكم حكم الدين في اللي احنا فيه؟ حاضر يا فندم. حاضر. استاذه ماجده اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. هي بس انا مش عارفه هي مشكله زوجيه ان زوجي موجود معانا في البيت انا واولادي. هو انا متجوزه بقالي 14 سنه وام الولد والبنت. الزوج كل فتره بيقطع علاقته الزوجيه بينا موجود يعني هو بيجي بس البيت ويصحى الصبح ينزل على شغله مفيش كلام مفيش حوار مفيش اي حاجه غير ان هو بيجي بس ويمشي الصبح. تمام. هل يا ترى حاليا ان انا اكمل معاه ولا حرام ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. حاضر يا فندم. ارجو ان الشيخ يرد عليا. حاضر يا فندم تحت امر حضرتك. تحت امر حضرتك. مولانا استاذ حسن يسال عن النعيم. الاستاذ حسن بيتكلم كلام دقيق جدا وهو كيف بني المجتمع الاسلامي الاول. هو بني على الزهد. بني على أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك وهي في يده يتصرف فيها لمصلحة ذلك المجتمع. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد حنين وبعد كل هذه الغنائم التي فاز بها من ثقيف ومن هوازن ومن بني هلال ومن بني سليم إلى آخره وكانت شيء لا يصدقه عقل. أعطى صفوان بن أمية 100 فـ100 فـ100 من الإبل. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل فقال لي ابن اسمه يزيد فأعطاه 100 فقال وابني معاوية فأعطاه 100. ولدرجة أن الأنصار وجدوا في قلوبهم على هذا يعني يا رسول الله أنت وزعت كل هذا شيء. وكان صفوان بن أمية يقول والله لا يفعل هذا إلا نبي. إهده ما حدش يدي كده. كرماء العرب ما يعرفوش يده كده. فسيدنا النبي كانت الدنيا في يده وقال لهم كيف أنتم تذهبون برسول الله وتتركون لعاعة الدنيا نتألف بها قلوبهم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. فالزهد ده حاجة كبيرة جدا. والزهد مش معناه الفقر. الزهد معناه إن الحاجة تكون في إيديا فأكونوا رشيدا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآن الناس مش راضي. كان عنده ما عندوش كان عنده بسكليتة وبقى عنده عربيتين ومش راضي متبرم وقاعد يخرج في أنا مظلوم أنا مظلوم في إيه أنا مش عارف وهو مش عارف لكن هو مش راضي مش كفاية. فهو بيقول على فكرة الخطوة الجديدة بتاعتنا في البلد وهي مأزومة وهي اقتصادها ضعيف وهي انتهكتها هذه الأحداث في مدة 3 سنوات وما قبل الـ3 سنوات وهي هياكلها الأساسية محتاجة تقريبا إلى إعادة بناء من جديد المباني التعليمية والمستشفيات وإلى آخره يبقى تحتاج لأن احنا نرجع لمنهج النبي بقى ونطلع جعانين ونروح لابن التيهان علشان نشرب عنده مش عارف شوية مية وناكل بلحتين ونقوم به نعمل كده فرسان بالنهار ورهبان بالليل. يبقى ده كلام تاني خالص وهو لذلك بيقول اعملوا لنا حلقة في هذا ويا ريت برضو دي نسجلها كحلقة اللي هي كيف تكون الدنيا في يدك ولا تكون الدنيا في قلبك. أميرة بتقول ان زوجها متوفى وله ولدين وبنت فدخل الجد والجده مات الجد ايوه اولاده هيدخلوا في النصيب السدس اللي خده الجد نعم. فاعمام العيال هيبقوا مكان هذا الجد بعد لان الجد ده هيعمل ايه هيودي حته لمراته اللي هي الجده تم زوجته والباقي هياخدوه العيال الذكر مثل هياخدوه العيال الصبيان لا ده هياخدوه العيال كلهم صبيان وبنات لانهم ولاد المتوفى ده صحيح فهياخدوه في حته الارض يا عيني
اللي هي ده هي. ايوه صح كده، وهياخدوا هذا. تمام. طيب اظن هبه بتقول على شرب البيره، لا الازهر انكر وقال ان هذه الفتوى، اولا هي مش فتوى ولا حاجه، ده حاجه بتتشرح كده وبيشرح انه هل يا ترى من العنب ولا مش من العنب. ما خلاص سيدنا رسول الله قال كل ما اسكر قليل فكثير حرام، كل مسكر حرام، خلاص انتهى الامر. نعم. كل مسكر حرام. نعم. اللي فشرب البيره حرام، البيره فيها 17% كحول، فشرب البيره حرام، ولذلك دي منتهيه منها، وهي ما هيش فتوى ولا حاجه، ده هي بس الناس عايزه تخرج من هدومها فينتظروا حاجه زي كده ويعملوا. منى بتقول مات ثلاث اولاد، مات ابوها بقى راح عامل باسم مش عارف مين علشان يتهرب من الضرائب، فامها راحت مخليه واحد والاب ميت يعمل توكيل للوقت، حاجات كتير الحقيقه. دي قضيه بقى هي بتسال ما راي الدين في هذا، هذا كله غلط وكله حرام وكله باطل، ازاي راجل ميت يعمل توكيل، وازاي الميراث بتاعه ما يتوزعش صح، وازاي هو يتهرب اصلا من الضرائب، وازاي هو يكتب ما ليس فيه، ليس على سبيل الهبه وانما على سبيل الخداع، وازاي انه يعني كلها قضايا مخالفه للشريعه في كل خطوات. يبقى ده مساله قانونيه وليست مساله دي عمليه قانونية. عايزه القاضي وما نعرفش اذا كان هياخدها. اخر سائله اسمها استاذه ماجده، ماجده بتقول ان الزوج بيختلق المشكلات كل شوية، وهي عندها ولد وبنت، ادعي له لأنه في حاجة، في مشكلة ليها سبب، لكن احنا جربنا الدعاء والدعاء جاب نتيجة وجاب نتيجة كبيرة، نشوف بس احنا نجلس كده هو سبب هذا التوتر الذي ينشأ في الأسرة كل شوية ايه. في سبع أسباب للتوترات دي، منها أمور اقتصادية، منها أمور العلاقة الزوجية، منها أمور التوائم النفسي ما بين الاثنين، منها أمور الحب الطارئ برضو من الجهتين، منها سبع أسباب بتحصل بيهم. نقعد كده ونشوفهم ونحاول علشان الولد والبنت، وعلشان نستمر، وعلشان ربنا يوسع صدرنا لأنها بتعيط وبتقول لي أنا مش قادر. فإذا الحاجات دي هي مناسبة، وده هو الرد على السيدة ماجدة في هذا المجال. ونقول لها يا لطيف 129 مرة. مش كده؟ كذلك. طيب. نتحول في آخر هذه الحلقة إلى استعراض لبعض آراء حضراتكم وإجابات حضراتكم حول سؤالنا على الفيسبوك. من وجهة نظرك ما هي الأخطاء التي يقع فيها البعض عند حدوث الوفاة؟ هنستعرض بعض من هذه الإجابات. أحمد طارق بيقول الأخطاء التي يقع فيها البعض في حدوث الوفاة كاللطم والغضب الشديد والصراخ، وهي أمور نهى عنها رسول الله. وأرجو من حضرتك يا مولانا أن يكون في حلقة عن التصوف. هذا رجاء من الأستاذ أحمد. أستاذ شهاب الدين الأزهري يقول كثرة الصراخ والعويل وربما من فجأة الخبر يتفاوه الإنسان بكلام لا يليق مع الذات الإلهية، ولكن قال سيدنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وكشف المرأة لشعرها ووضع التراب على رأسها وكأننا في الجاهلية. هذه بعض من تعليقات حضراتكم. أنا أعتذر جدا لضيق الوقت وعدم الحديث أو تطرق لكل آراء حضراتكم وكذلك تواصلكم معنا على الاس ام اس. أخيرا مولانا يعني اسمح لي بس أن أتحدث في جزئية بسيطة جدا، مسألة البعض قد يذكر ملك الموت بسوء يعني في هذه المواقف، وربما في غيرها يعني يتحدث ببعض الكلام كده، يعني ملك الموت مركز علينا، ملك الموت فاكرنا، شادد حيله، حاجات كده من هذا القبيل. يعني الملائكة دول ملائكة كرام وهم مقدسون، وينبغي علينا الأدب معهم. لا لا يصح ان احنا يعني ننسى هذا الأدب مع هذه المخلوقات النورانية التي لا تعصى الله سبحانه وتعالى ما أمرها ويفعلون ما يؤمرون. حقيقة أن الموت سيأتي يوم القيامة بعد الفصل بين الخلائق ويكون على هيئة كبش ثم يذبح الله، وحديث صحيح. حديث صحيح. نعم، والمعاني كلها تبقى كده أنها تتمثل وتذهب وكذا إلى آخره. وهذه أحاديث
لأن احنا بنتعامل مع نظام كوني آخر ما هوش هو الدنيا. وحكاية ان الفقر يظهر برجل او ان الموت يكون كبشا او كذا الى اخره، لأنه المعاني ستتحول إلى مثل هذه الملموسات المحسوسات. نعم، فكرة الخميس الكبير وفكرة الأربعين والكلام كلها لم ترد. لم ترد. لم ترد، ولكن الأربعين دي يمكن وردة عند الشيعة، لكن عندنا كأهل السنة أبدا مش موجودة، ولذلك نسب كثير من الناس الأربعين إلى الفراعنة. نعم، لكن هي موجودة في رواية الشيعة. نعم، بارك الله فيكم مولانا، شكرا جزيلا على هذه الحلقة. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا موصول لحضراتكم، إلى اللقاء غدا بإذن الله.